اللي كانوا تهددوا به واحد المواطنة انا ما مقدرش هذا مزيغ داخلها تيفوني هما ثلاثة ولكن اللي الدولية هما هذوك الجوج هما هذوك الجوج اللي معايا هزوني تسمع وخرطوني دولي يا صقي انا ما نتعداش ما نديش بني ادم شحال تليفوني ما نقولش دي ما نقولش بنادم راه دالي ولا ما دالي ها تليفوني عندي الدولي سميتو وشافو شاف تحيدي طابلية انا سميتو دالي طابلية انا دالي طابلية ديالي لا
مرحبا بك استاذ الدكتور، احنا في هذا المباشر هذا الشخص المراه تعالى حاول صحيح انطلق حدود الاشخاص وتم الاعتقال ديالهم في جده من اجراءات رجال الشرطه القضائيه. اذا مش تتبع قناه شوف تي في الى هنا كنوصلنا لهذا المباشر، الى اللقاء في مباشر اخر.